ما كانش ما كان والو، يدوهم يبات ليله يعطي لهم كوفرطه تاع القمل تاع المهابل، ما يديرش المهابل وحدهم وكذا، كلش مع بعض، ويزيدوا يفويو من حالهم دراهمهم، علاش الناس ما تحبش راسهم. من بعد كي يخرج من زمان مسكين معمر قمل، هذاك القش اللي يجي جديد وصوالح واللبسه وكذا منا يدوها هما. وعلى خاطرش هو تابع زعما داير لو سامي سوسيال، هذا ناسيونال تاعنا تاع الجزائر. شو سيزي يخدم ترافيك سيزي تريح اسمع تريح نتايا لا فلان اسمع راك باين ندي لك سلعه تهرب ندي لك سلعه يسمى انت ما تبوطيش نديك يديهم لا فلان فلان يسمى باسم الاحرار فلان فلان دو وهذه هي الخطه الخبيثه اللي باذن الله تعالى تنحى هذو لازم الناس يتوعوا لها انا يعني بين النقاط ساعات بنادم يتفكر نقطه هذه النقطه عندها سمانه هذه هي في بالي قلت لازم نقول الناس يا ناس في قيال البريق الحليب راه يفيض بلي لا فلان هذا راه في ماجوريتار وهما مطون نص تاع الشعب الجزائري تقريبا تقول بالك اكثر من النص اللي ماهمش يفوتوا هذا اللي ترشح لي على بالو بلي هذو اكثر من الاحزاب الاخرين ما انت يديها هو هاتي قدر ربع وحدات بارتي ليب وهذا كيف كيف ليبر وبالك اللي يديروا معاه بالك ليبر ولا يديروا من لا راندي ولا من لا فلان يسمى معناتها توجو لاب حميده ورشام حميده في دار حميده ولا في قهوة حميدة كان يقول في قهوة حميدة خاطرش يلعبوا الكارطة في القهوة واش حبيت تزيد تقول لي فيها؟ على بالي حبيت نقول واحد الحاجة بابيون شوف البارح في الليل نورمالمون بداو بها البارح فيضانات كبيرة بابيون صرات في وهران ومستغانة فيضانات تاع ديال غرقو عائلة مات طفلة صغيرة مسكينة وثاني واش صرا باش نترحموا عليهم بابيون وعندها واحد دوج ولا طرواجل واحد طبيبه مسكينه بالك سمعت بها طبيبه في عمرها 28 الله يرحمها دفنوها البارح البارح 28 طبيبه كانت تخدم في كوفيد في هذه تاع كورونا اونسانت في 8 موا بابيون كل شيء قد هكذا وديموندك باش تخرج كونجي باش تخرج باسكو هي اونسانت كونجي على المرضى هكذا عندها لي بروف هكذا ديموندات ما حبوش تخرج كونجي خلاوها تخدم حتى توفات مرضت بابيون مرض بالكورونا تاع كورونا هي وليدات من شهور شوف باش نعطيك حوايج نعرفهم الانسان الكل ما يخرج على طاعة ربي تاع ربي بما معنى واحد الايه يقول لكم من لم يؤسف بنيان وعلى تقوم الله يسمى البنيان تاع امتها اش فعل تقوم واش يصير لك في الاخر انهار به في واد من جهنم ولكن ماشي زعما كاين ناس بزاف يقول لك العذاب غير في جهنم كاين تاع الدنيا لا في الدنيا خزي وفي الاخر العذاب المهم يعني خزي تاع الدنيا العذاب تاع الدنيا كاين ناس خرجوا على طريق تاع ربي روح للسبيطارات ما كاش كاع الراجل وسموه شحال من خطر يقدروا يسموه المستشفى باسكو يشفاو في المرضى كون ما تكونش عندك معرفه قادره وما كاش كذا منا ما كاش اللي يشوف فيك ومام حتى تجهيزات ولا فرما منا تقول انت كورونا تقول لي ندير الكمامه تقول لك انا ما جيب في الكمامه جيب لي زابا راي بارتو لي بومباي سونس مثلا كاين الناس اللي انسان يجوز لازم يجوز على السكانر اسكو عنده المرض ولا ما عندوش بالاداره ما عنديش الكمامه دونزيام بولونجري جيب انت الماتيريال يا اخي عندك وزاره الصحه هنا في بسكر ما عندهاش بزاف وهضروها في الجورنال الشعب لا يم واش راه ديزاباري بلا علاش الشعب يشري الشعب هو وزاره الصحه الشعب هو اللي يدير التضامن داير وزاره التضامن والشعب هو اللي يوكل بالغاشي هو اللي يجيب الزيت والسكر كما اللي داروا تيليطون تاع البليد هذاك هذه هي وين هو وزاره التضامن تاعك وين الكرواسون هذا انا سميته بتي بان ما ولاش كرواسون حتى شرحت له الالفون تاع الكرواسون ما كان والو كاين ناس يعطوا لهم دراهم كون كون نحكي لك واش راه صاري في هذا الباطل هذا تاع الجمعيات وكذا هما ما يحبسوا كاع تلقى انسان يروح الراستور مثلا يعطي له 100 ولا 200 مليون يقول له وكل بهم الغاش هذاك الراستور ماشي كشغل شغل ما راه داير مزيه في الناس يوكل مثلا 10 20 يعني يسرق من الدراهم هادو كان وصلت لدرجه وين جابوا لهم السلعه وكلوا عليهم المحل من السلعه هذيك يبيع المهم يسرق المهم يسرق كاين الكرواسون هذا اللي تحكي عليه انت البتيبا هذا هو جاي في لاري ميلوز بعد الوقت كانوا الناس يطوا يعطوا لهم دراهم باش يوكلوا الناس النص الكبير يدوه يوكلهم كاش 10 ايام بعد يحبسوها ومن عند الناس ماشي من عند ليطا يجيبوا مثلا في السونتر كما دار ابراهيم يجيبوا لهم الكوفرطات يجيبوا لهم كذا ناس متطوعين يدوهم هما ما كانش ما كان والو يدوهم يبات ليله يعطي لهم كوفرطه تاع القمل تاع المهابل ما يديرش المهابل وحدهم وكذا كلش مع بعض ويزيدوا يفويو من حالهم دراهمهم علاش الناس ما تحبش راسهم من بعد كي يخرج من زمان مسكين
معمر قمل هذاك القش اللي يجي جديد وصوالح واللبسه وقدامنا يدوها هما، وعلى خاطرش هو تابع زعما داير لو سامي سوسيال هذا ناس ولا تاع تاعته زعما تابع الله ولايه ويستغلوه عليهم هما، وزيد الخارج يعطونهم لو سامي سوسيال انترناسيونال يعطيهم دي بيجي كبار في العام هذوك البيجي يدوه خاطرش ما كاش رقابه البلاد راهي مال بلا راهي، ومادام البلاد الفوتبال شادين ولا فلان الادارات شادينها لا فلان الوزارات لا فلان سلام صح اخونا سلام صحيح معناتها مادام رانا بهذا لا ميثود هذه فهمتني توجور رايح المعلم فيني راح تحت الزيرو فهمت لا كور دو ادوفينير باراليل على اكس دو ايكراك موا رايح لتحت فهم، وكاين بوكو شوز على كل حال يجي يعني كل وقت نهضر شويه باش ما نكثرش على الناس. كاين شوف كاين راه صاري باطل كبير في البلاد. شوف مثلا هادو باغ اكزومبل اللي باتوا برا ندير لهم ليدونتيفيكاسيون كاين ناس يدي كريمينال راهم يسرقوا في الديار قدامنا دريار ما راه صاري العجب. قلت لهم بوليسيا كون زعما شاف سيتي الولايه يجي لي نعاونكم نخدموا برك والله غير نعاونكم بحوايج. شوف يديروا لهم اكزامون سيتياسيون كاين عباد يديروا شارشي كاين يديروا شارشي دي كريمينال صحيح نتايا تروح دير السونتر تسخر بيا السونتر ديال العجز الواحد عاجز جايين من كل ولايه يسرقوا في الليل يكذبوا يجيبوا لهم الناس ياكلوا ناس نواير الله غالب وكاين عباد يعطي لهم الدراهم كيما يعطي لهم شي يسبوا كاين اللي ما يستاهلش بابيون بيان سور بيان سور هاد سي با فاسيل انت يا باش تجيني العرايه كيما في الحكم هذا تاع عتيقه شافك على العرايه السراقين باش هو ما يباش يا اخي حكيت لهم الحكايه تاع الذيب هذاك اللي كان ياكل في البطيخ ومن بعد هرب للمول البحيره الزعكه تاعو تقطعت راه جاب صحابه وقال لهم روحوا تاكلوا البطيخ قال لهم صحا كونديسيون قال لهم ربطوا الزعكه تاعكم في الزرب وبداو تاكلوا كي ربطوا روحهم بعد قال لهم هاو جاي مول الاخر كي جبدوا تقطعوا كاع الزعكي تاعهم باش خطر واحد اخرى الاخر كي يشوف الذيب هذاك اللي سرق الذيب كاع مقطعين زعكيهم ما يعرفوش شكون ما الذيب هذا كاع زعكيهم مقطعين واش من البكله هكذاك راهي تمشي العقليه وما كاينش بلاصه اللي ما كاينش فيها سرقه الله يهدينا ان الله لا يهدي القوم الظالمين ان الله يهدي القوم الفسقه كتب في رمضان خام جعريه انا كاين ناس دايرين جيليات زعما يديروا في الخلاف تحت عند الجمعيات هذوك الدراهم اللي توكل بهم الناس اشري لبنتك الحجاب دراهم اللي تخسرهم شري لبنتك الحجاب دير لها الكمامه ماشي بلاصة الكمامه دير لها العجر على الكماره تاعها امشي انت من قدام وانت من اللور يا دندو وهذو ساعات انا نتقلق على بالك الكورون هذا يوجعني منه كروك هكذا منه ويجع فيها علاش كنت فكر الباطل من اللي زدت انا الدنيا هذه وانا نشوف الباطل قلت بالك الى البين درا ان جور باغ اكزومبل عشت 50 ولا 10 في حياتي نشوف الجيري بلادي وانا فهمت نشوفها بيان ونموت ان شاء الله يا ربي والله غير تمنيت ولكن نشوفها عام بيان ستابل شادين رجال دعوه تمشي نورمال كذا يا ريت وقلت لهم والله غير نعاونكم باطل ان شاء الله بابيه ما تعطوني انا كروساني شهريان كذا نعاونكم لله في سبيل الله المهم كي نروح مرتاح قال يا ودي هذاك الفقير اللي كان محقور وموش ترجع السياده تاعو كاين نشوف على الدوار تلقى جدرمي مثلا شاف دو بريغاد مزوج بهذيك البلديه داير فيهم الباطل والله غير خطره جا دارهم يبكي مسكين يبكي بالدموع من عين فكرون الام بالبواقي قال لي والله العظيم غير دخلت الجدرميه قال لي باسكو بابا حكروا الجدرميه قال لي ماشي كنت حاب انا ندخل الجدرميه كاين ضرب دي بوليس يعني الدكتوره اجونت بوليس ان ابي كي يقولوا او بي اجونت رول بيبليك البوليس يخدم كلش ابي اجونت بوليس دكتوره وتلقى واحد شاد بوست كبير مثلا دي جي كما الهامل هذا ما عندوش دكتوره وفي الجزائر والجزائري ملي بدات الى يومنا هذا مازال ما شداش واحد عنده دكتوره بورتون الدكاتره راهم يتراماو راهم يبغيو يلقاو ما كاش كاين بنقنينة بس شوف خلينا من هذوك الناس هذوك الناس الانسان يعيفهم فهمت هذوك كان ويحيى صاحب المقام المهام القديرة دوك بانوا بزاف عباد أصحاب المهام القديرة حنا نقول لهم نوكلوا عليهم ربي احنا ما نعايروهم ما نسبوهم ولا نوكلوا عليهم ربي سبحانه وتعالى. الوقت نختموها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حسنا باش نقولوا الناس حفطوركم قولوا تحفطرهم كاع معايا انا الرجال اللي راهم داخل برا سيرتو المحبسيه راهم غايدين بزاف مساكن ويجوا يزوروا الحبس ان شاء الله ربي معاهم ونقول لهم صبروا كونوا رجال سيأتي الفرج باذن الله.